يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إجهاض الجنين في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه؟ وماذا على من فعل ذلك؟ إن إجهاض الجنين لا يجوز إلا بتقرير طبي يعرض على أهل الفتوى ويقررون فيه رأيهم. ما كل يجهض الجنين إلا بفتوى شرعية من الجهة المختصة بالإفتاء، هذا هو الذي يجري عليه العمل الآن، هو الذي يجري عليه العمل الآن. أما إذا أجهض الجنين لدون 4 أشهر فهذا إن كان خرج دم يصير نفاس، وإن لم يخرج دم فليس شيئا. نعم.